هذا عندي مواصفة اللي هي الآزمي بي بي في سي 2 بارت اي. طبعا هاي المواصفة هي حسب الآزمي اللي هو الأمريكان سوسايتي فور ميكانيكال انجينير. البي بي في سي هي بويلر اند بريشر فيزل كود انترناشونال عالمي. هنا طبعا احنا عندنا 12 من 1 لحد 12 بس مكتوبه باللاتيني، فهنا الدبل اي او الخطين هذان يعني 2 بارت اي. سكشن 2 هو يخص الماتيريال، يعني المواصفات التصنيعيه للماتيريال بها بارت اي وبي وسي ودي. فمن نفتح هنا المواصفه، هنا طبعا عندي جزئين، هذا البوك متقسم من جزئين من البداية الى SA 450 وبي سكشن ثاني لان البوك كبير. زين، هذا شنو القي بي؟ هذا مقسم للمواصفات التصنيعية مالت الماتيريال حسب الارقام مالته، ويعطيني الكيميكال كومبوزيشن والميكانيكال بروبرتيز. فناخذ مثال، مثلا عادة اس اي يعني هاي المواصفة حسب هاي الكود سكشن 2 106، هذا الرقم مقسمه ارقام. الاس اي 106 يقول سبيسيفيكيشن مواصفات فور سيملس كاربون ستيل بايب فور هاي تمبرتشر سيرفيس، يعني هاي تعطينا المواصفة التصنيعية لانبوب كاربون ستيل يستخدم بدرجات الحرارة العالية. لما اروح لها صفحة 175، خل نروح للصفحة 175 حتى نتعلم نتعامل ويا المواصفة. هسه هنا نفس الشيء. طبعا هذا الختم مال ازمي وهذا ختم الاي اس تي ام، يعني الشروط مال الاي اس تي ام اللي هي امريكان ستاندر او ستاندر او سوسايتي فور تيست اند ميجرمنت، يعني تكون اكبر من المواصفه مال الجمعيه الامريكيه للمهندسين الميكانيك. هنا شنو هنا يحكي لي؟ عاده تقسم الى السكوب النطاق مال العمل، هذا وين يشتغل؟ فهنا يقول لك هذا يشتغل بالكفر سيملس كاربون ستيل بايب فور هاي تمبرتشر سيرفيس من نومينال بايب سايز من 1.1 على 8 انش 48 انج، وهنا معطيك النومينال ديامتر بالمليمتر. فيحكي لك بالبدايه هاي المواصفه عاده وين تستخدم. الكروس ريفرنس او الريفرنس اكو دوكيومنت اخرى تحتاجها بالمواصفه، هنا يعطيك اياها. زين، هنا يعطيك البروسس التصنيعيه والعمليات اللي تجري عليه، المتطلبات العامه، متطلبات التحليل الكيميائي وباقي التفاصيل. فهنا مثلا نشوفه يعطيني مثلا الهايدروستاتيك تيست اللي يصير عليه، الفحوصات اللا اتلافية اللي يصير عليه، الفينش مالته. فهنا مثلا الكيميكال ريكويرمنت، لما اريد اسوي بي ام اي بوزيتيف ماتيريال ايدنتيفيكيشن، اسوي مطابقه للانابيب، فراح الاقي هنا بالبدايه يعطيني الكيميكال ريكويرمنت، يعني لما اسوي تحليل باي تقنيه اطلع التركيب الكيميائي لهذا الانبوب لازم القاه مطابقه لهذا التركيب ضمن السماحيات. يعني هسه مثلا المنغنيس حاطه من 0.27 لحد 0.93. زين، هنا انا يحكي لي على المواصفات، المتطلبات مال المواصفات الميكانيكيه. فمثلا هنا مطيني التنسايل سترينث قوة الشد، ومطيني اليلد سترينث، وكذلك مطيني الالونجيشن مالتي. هنا طبعا حتى مطيني السماحيات، واكو شيء يسمونه سبليمنتري ريكويرمنت، يعني هاي الجهة الطالبة اذا تريد بعد امور اخرى تريد ترفع من الكواليتي فتعتبر سبليمنتري ريكويرمنت. فلما نحكي عن هاي المواصفة الازمي سكشن 2 بارت اي، عادة يعني كل المواد المستخدمة بالصناعة يعني النفطية او الصناعة بصورة عامة، كانت تكون مثلا بايب مثل هذا اللي عندي، هذا بايب اذا تصنع حسب الازمي فراح القي مواصفاته هنا. بصورة عامة راح القي مواصفات البايب والقي مواصفات التيوب والقي مواصفات البليت
والنت والبولت والبار والشيت، فأغلب المواد المستخدمة بالصناعة أقدر أطلع مواصفاتها من الأزمي سكشن 2 بارت A للمعادن الحديدية.